مساء الخير عليكم أعزائي مشاهدين قناة المحور في أول حلقة من حلقات برنامج 24 قيراط. ليه اخترنا اسم 24 قيراط؟ مين فينا مش واخد ال 24 قيراط بتوعه بالتساوي؟ كلنا واخدين ال 24 قيراط بتوعنا بالتساوي وبنفس الشكل، ولكن ممكن نكون واخدينهم بأشكال مختلفة. في اللي بياخد ال 24 قيراط بتوعه على هيئة مال أو صحة أو أولاد، وفي كمان اللي بياخد ال 24 قيراط بتوعه على هيئة راحة بال وأمان ونجاح، وأحيانا ممكن ناخدها على شكل رضا وإيمان بالمكتوب. ال 24 قيراط بتوعك هتاخدهم، ده قانون العدل الإلهي. ولكن لو أنت بتسعى كمان وبتجتهد وبتحاول إن أنت توصل للنجاح أو إن أنت تحقق حلمك، ربنا هيكون واقف في ظهرك وربنا هيقويك وربنا هيساعدك جامد في ده، وده اللي بنسميه الرضا والفضل. دايما بنسمع الناس بيقولوا فضل ورضا، ولكن احنا النهارده بما اننا في اول حلقه من حلقات برنامج 24 قيراط، فحابه اوضح لكم فقرات البرنامج. الحلقه بتكون منقسمه لفقرتين. الفقره الاولى بتكون بعنوان حوار مع شخص مشهور، او عامه حوار مع شخص ناجح قدر ان هو يوصل او يحقق حلمه وقدر ان هو يحقق نجاح كبير او قدر ان هو يوصل لهدفه اللي كان نفسه يوصل له. وكمان هنتكلم في المشاكل والحاجات اللي هو واجهته والحاجات اللي عطلته وكل حاجة هو واجهها خلال رحلة نجاحه. هنتكلم معاه في كل ده بالتفصيل وهنعرف ازاي قدر يوصل لحلمه. اما الفقرة التانية هتكون اجتماعية، هنتكلم فيها عن حاجات اجتماعية وهيكون معانا كبار المتخصصين في كل مجالات حياتنا. هنطلع فاصل قصير ونرجع ليكم مرة تانية. هذا البرنامج برعاية وقت غروب الشمس واقف على البحر بعيد، عمال بحكي له واشكي له واشرح وعيد. فجأة لقيتها وكنت فاكرها عروسة البحر، خارجة من المية وطلتها ومن السحر. لما شفتها قلبي دق تلات دقات، والطبلة دخلت لعبت جوا دماغي حاجات. لما الرق دخل قلبي رق وحنيت، طب هعمل ايه؟ رحت انا غنيت. امتى الحب طال ولا في الخيال؟ عودك دفيتان موال، ويا عيني ياه يا سيدي على الأيام. لما تهادي قلوبنا غرام فجأة يهون كل اللي فات. خناقة كبيرة قامت على طول، عقلي عقلني وقلبي يقول لي روح لاقول. ما خدتش ثواني وكان قلبي طالع كسبان، رحت وقلت لها ان انا ولهان. امتى الحب طال قلبي ولا في الخيال؟ حبك ده في تاني موال، ويا عيني لما تهادي قلوبنا غرام فجأة يهون كل اللي فات. ويا عيني ياه يا سيدي على الأيام، لما تهادي قلوبنا غرام فجأة يهون كل اللي فات. يومنا ومش ناسين، انا شفتك امتى يا حب العمر وشفتك فين؟ وتيجي سوا نحكي حكايتنا انا للبحر، عن قصة حب اقوى من السحر. امتى الحب طال قلبي ولا في الخيال؟ حبك ده
في تل موال وعيني ياه يا سيدي على الأيام لما تهادي قلوب نغرة بكى يقول كل اللي فات وعيني ياه يا سيدي على الأيام لما تهادي قلوب نغرة بكى يقول كل اللي فات ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل ولسه مكملين في أول فقرة من فقرات برنامج 24 قراط. ضيف النهاردة زي ما قلت لكم قبل الفاصل فقرتنا الأولى بتكون دايما حوار مع ضيفي شخص ربنا مديله القدرة وموهبة عالية جدا في الغناء والعزف. صوته كويس مجرد ما بنسمع له أي حاجة بنتشد ليه بسرعة لأن هو ليه يعني ستايل مختلف في الغنى أو في العزف. مشرفنا النهاردة في الاستديو المطرب الشاب والعازف يوسف حسن. أهلا بيك يا يوسف. أهلا بيك. إيه الجمال ده؟ مرسي جدا ومرسي على المقدمة دي. مرسي ربنا يخليك. دلوقتي عايز أبتدي معاك من البداية خالص. دراستك أنت خريج إيه أصلا؟ أنا خريج بزنس أدمنستريشن MSA فكانت دراسة ملهاش أي علاقة خالص. لا ملهاش أي علاقة بالمزيكا يعني. ما درستش مزيكا يعني خالص. يعني كل ده من غير أي دراسة خالص؟ لا لا من خلص. غير دراسة انت هي موهبة عندك وما شاء الله عندك المؤهلات ده يعني صوتك كويس وبجد انا بحييك على كل حاجة انت بتعملها. حابة اعرف منك كمان انت ازاي بدأت في عالم الغناء بما انك كمان مش دارس. بصي وانا من وانا صغير وانا بلعب مزيكا يعني من وانا يعني يمكن عندي 5 سنين او حتى اصغر من 5 سنين يعني كنت دايما يعني كان عندي كده أورج صغير كده كنت دايما بسمع يعني اي مزيكا بسمعها كنت على طول بلعبها. تحب تجربها؟ اه بجربها واطلعها بالظبط زي اللي انا سمعته. ف كانت يعني الموضوع ده كان عندي من وانا صغير قوي يعني كنت دايما بحب المزيكا بس ما شاء الله موهبه جميله جدا. إيه كمان انت ضايف حاجات مختلفه يعني انت تقريبا عامل كل حاجه معاك فده بدايتك وانت صغير. وفضل الموضوع يتطور ويتغير كل شويه يعني الاول ابتديت بالاورج الصغير ده بعد كده كبرت شويه ابتديت العب جيتار اللي هو بقى هاتولي حاجات وادوات وكده بقى ابتدي اجرب حاجات مختلفه يعني فكنت بقى اكسبيرمنت كده بختبر مع حاجات مختلفه. قعدت فتره بلعب جيتار بعد كده رجعت العب بيانو تاني. بيانو بقى على بيانو كبير بقى مش بتاع زمان. وابتديت ألف برضه مزيكا بس كانت كلها مقاطع مزيكا يعني مزيكا من غير غنى بس يعني موضوع الغنى ده في الاخر جه في الاخر لكن انت كنت بادئ بالادوات الموسيقيه كلها واحده واحده. بالظبط. طيب انت ما كنتش دارس زي ما بتقول. طيب انت نميت الموهبه دي بكورسات او درست بعد كده ولا من غير دراسه برضه؟ لا من غير اي دراسه من غير اي حاجه يعني الموضوع كله جه كده جه طبيعي يعني تلقائي يعني هو ما كنت الاول بلعب جيتار كده ابتديت قلت طب انا ممكن ابتدي اغني ابتديت اغني وواحده واحده ابتديت بقى احاول اعمل حاجه يعني. إيه كان سنك كام من اول ما بدات خالص بالجهاز الصغير؟ يمكن 5 سنين او حاجه يعني إيه على طول بدري قوي صغير قوي مش فاكر من كتر ما هو وانا صغير قوي مش فاكر حتى كان عندي كام سنه بس يعني اللي هو كنت يعني. طب يعني مثلا انت يعني ايه اللي حببك كطفل صغير ايه اللي حببك في الموهبه او العزف او كده؟ في حد مثلا قريب منك او في العيله او حد انت واخده مثلا قدوه فكنت بتقلده كطفل يعني ولا انت لوحدك كده؟ لا انا كم يعني انا بابايا بيحب المزيكا وكان بيلعب برضه بيانو فكنت دايما بسمعه يعني انا اظن انا واخد الموضوع ده منه يعني كنت بحب المزيكا من صغري يعني من نفسك من غير ما حد مثلا بيشجعك على ده او حد يعني كطفل صغير فبنبقى احنا عايزين نشكله زي ما احنا عايزين فبننمي عنده حاجات معينه هو ده اللي حصل معاك ولا الموضوع مختلف؟ يعني حاولت طبعا حاولت في حاجات يعني في حاجات تانية كنا بنحاول فيها كرياضه وبتاع كان كذا يعني كذا اهتمام بس مفيش حاجه فضلت معايا غير المزيكا يعني كنت برسم برضو يعني كان في كذا موهبه بس يعني موهبه المزيكا اكتر حاجه غطت على كل حاجه يعني وقلت يعني قلت هي دي اللي ركز معاها اكتر من اي حاجه تانية المزيكا
طيب بالنسبة للأهل بقى، كانوا موافقين ومشجعينك ولا زي ما بنسمع على طول مش موافقين في الأول؟ لا يعني هم كانوا مشجعيني، بس طبعا زمان اكيد اكيد انت عارفه بيبقى برضو الاهل بيبقوا خايفين على الدراسة اهم، ونهتم بحاجات معينة في الاول، الموهبة المذاكرة. دي جنب جنب بالظبط. الحاجة. بس انت فرضت سيطرتك، انت صممت وعملت اللي انت عايزه. لا والله انا كنت يعني انا كنت يعني قعدت فترة يعني بلعب مزيكا بس في البيت، طول حياتي بلعب مزيكا في البيت ومركز اكتر في الشغل والحياة المهنية العادية. بس مؤخرا يعني يمكن من سنة ونص او حاجة خدت قرار ان انا عايز اعمل موضوع المزيكا وابتدي اركز في الكارير ده كمان. فيعني هم كسبوا في الاول، في الجزء الاولاني من حياتي، ان انا وانا كنت انا كنت حابب كده اكتر برضه، يعني كنت حابب ان يبقى عندي حاجه موهبة شغل. جنب المذاكرة والحياة الطبيعية بالظبط. بتاعتنا عامة. بس بعد كده قلت ان انا لازم اركز اكتر في موضوع المزيكا، يعني استغل موهبتي يعني. طيب انا دلوقتي يعني انت بتستخدم آلات كتيرة جدا، انا شايفة حاجات كتير قوي غير الجيتار، يعني انت في حياته بتغني وبتعزف وكل حاجة. اتدربت على ده وقت ولا طبعا اتدربت على ده وقت كبير يعني؟ لا اتدربت كتير. يعني انا يعني كان الجيتار دايما كنت بعرف العبه من الاول يعني. بس بس معقول ما اخدتش اي كورسات؟ يعني هو كل اداة من دي تقريبا بتحتاج وقت كبير ان هم يتعلموا يستخدموها او كده. بس يعني ما هو الموضوع جه تدريجي، ما كانش مره واحده كده قلت جايب كل كل حاجه حاجة يعني حاجة. يعني اول حاجه ابتديت بعد الجيتار جبت ابتديت بالهارمونيكا. الهارمونيكا قلت يعني جبتها، انا كان نفسي العب بهارمونيكا مع الجيتار. فكنت يعني بدأت بدول الأول. انا كنت رحت حفله كونسرت لبراين ادمز. كان هو يعني هو اللي انسبايرد مي، هو اللي الهمني ان انا اعمل الموضوع ده. يعني كان هو بيلعب بالجيتار وبالهارمونيكا بس، الموضوع عجبني قوي قلت ان انا عايز اجربه. جبت هارمونيكا ابتديت العبها لوحدها الاول لحد ما حسيت ان انا عارف يعني، اتمكنت منها اكتر. بعد دخلت كده معاها ابتديت ادخل الجيتار. الجيتار، قعدت طبعا اتلخبطت في الاول شويه كتير قبل ما ابتديت اعرف يعني ابتديت اعرف اظبطهم هما الاثنين مع بعض. بس يعني خلاص اتمرنت على ده كويس، بتتدخل بقى تتدخل تامبورين لوحدها الاول بحيث ان انا اعمل الاثنين وبرجل واحده كده طيب يعني. وفي الجهاز اللي انت قاعد عليه ده؟ الكاهون. ده يعني الكاهون ده الناس بتستخدمه يعني برضو استخدامات كتير، يعني ممكن الناس بتستخدمه كزي طبلة. درامز او طبلة كده. وطبعا ايديا مشغوله فمش عارف في اعمل حاجات حاجه، كتير. فبستخدمه بس كبيز يعني بحيث ان انا امشي يعني انت على جبت كل حاجة لوحدها وبدأت تدخل حاجة مع حاجة لحد ما بقى الماكس ده. بالظبط. هو الكونسبت واخد يعني منك وقت كبير خد مني وقت انك كتير تعود على قبل. انك تعمل كل ده في وقت واحد؟ يعني قعدت مثلا كذا شهر على جيتار هارمونيكا بس، بعد كده كذا شهر مع جيتار هارمونيكا كذا شهر، وقت تنبورين. كبير يعني بتتقن كل حاجة قوي. ما انا يعني عشان العب لايف لازم ابقى متمكن من كل حاجه، فحبيت اخد وقتي الاول قبل ما ابتدي انزل فيديوهات واصور وكده. بس الموضوع خد وقت يعني. طيب ايه الصعوبات اللي واجهتك وانت بتتدرب على كل الاجهزه دي؟ طبعا الصعوبات اول حاجه هو موضوع ان انا ابتدي اعمل كذا حاجه في نفس الوقت. اتلخبطت كتير في الاول والموضوع كان حسيته كان صعب قوي يعني. انك صعب انك تستخدم كذا حاجه في وقت واحد ولا كل حاجه لوحدها؟ ان كل حاجه انا استخدم كل حاجه في نفس الوقت، الموضوع كان صعب وخد تمرين كتير قوي، ويعني كنت لازم كل يوم اقعد اتمرن يعني، ما ينفعش كنت افوت ولا يوم حتى في الاول بالذات يعني. دي كانت من الصعوبات. وقت قد ايه تقريبا كله لحد ما بقيت خلاص قادر ان انت تستخدم كل الالات في وقت واحد؟ وقت من قد ساعة ما ابتديت لكل حاجة مثلا مش أقل من 6 شهور يعني، ممكن 7 8 شهور في الرينج ده يعني. 6 شهور قبل ما ابتديت يعني أقول خلاص أنا كده متمكن من كل حاجة، ممكن ابتدي أغني بكل حاجة يعني. طيب. وفي حاجة تانية برضه كانت من الصعوبات، إن أنا يعني قعدت أتمرن لكل الحاجات دي، وقلت أول ما قررت إن أنا هبتدي الكارير بتاع المزيكا الكورونا جت الكورونا وقفت لي كل وقفت حاجة. كل حاجة. فدي كانت يعني ورجعت تاني كملت.
يعني قلت خلاص في كورونا وقاعدين في البيت وكل حاجه، هركز اكتر على الفيديوهات وعلى السوشيال ميديا. فده كان تركيزي بقى، قعدت كذا شهر فيديوهات بس يعني. لحد ما طب يلا بقى نسمع حاجه مع بعض. شوف انت حابب تغني ايه؟ هتسمعنا ايه؟ طبعا غنيتها واحده عربي، ممكن اغني دلوقتي اغنيه انجلش. اوكي دي اسمها I will survive، اغنيه كلاسيك يعني، في مطربين كتير قوي غنوا الاغنيه دي طبعا. جميله جدا. بس انا هعملها بالستايل بتاعي بتاعك الخاص بيك. First I was afraid, I was petrified, thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I've learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in and found you here with that sad look upon your face. I should have changed the stupid lock, I should have made you leave your key. If I knew for just one second that you'd be back to bother me, go now, go. Walk out the door, just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Went to the one who tried to hurt me with goodbye. Did you think I could crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh no, not I. I will survive for as long as I know how to love. I know I stay alive, and I've got all my love to live, and I've got all my love to give. I will survive. I will survive. Yeah. Took all the strength in me not to fall apart. You're trying hard to mend the pieces of my broken heart. And oh, I spent so many nights just feeling sorry for myself. I used to cry, but now I hold my head up high and you see me, somebody new. I'm not that chained up little person, I'm still loving you. And so you felt like dropping in, I just expect me to be free. When I'm saving all my loving for someone who's loving me, go now, go. Walk out the door, just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with goodbye? Did you think I could crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh no, that I will survive for as long as I know how to love. I know I stay alive, but I've got all my love to live, but I've got all my love to give. I will survive, I will survive, hey, hey. الله يا يوسف، بجد جميلة جدا وصوتك حلو جدا. طيب قول لي بقى يا يوسف، حط آلاتك. ازاي عملت ليك يعني طابع مختلف؟ والله هو يعني هو في الأغاني يعني، انت هي أغاني موجودة ولكن انت حاطط فيها حاجة بصمتك الخاصة بيك ومختلفة وحلوة جدا. هو يعني هو كونسبت الوان مان باند، ان حد يعمل كذا كذا انسترومنت او كذا آلة في نفس الوقت، ده كونسبت يعني حاجه موجوده بره يعني. بس وفي طبعا مطربين كتير قوي في مصر موهوبين جدا وصوتهم حلو جدا، بس يعني انا قلت ان انا اجيب الحاجه اللي انا شفتها حسيتها مختلفه ومش موجوده في مصر، فقلت اخدها واعملها بطريقتي يعني. كنت شفتها بره بس ما كانتش برده بالظبط زي ما انا عملتها، زودت عليها شويه، ضفت لها انت ضايف حاجات كمان عليها. يعني كنت شفت ان في ناس بتستخدم الالتين دول مع بعض مع الجيتار بس فانا ضفت معاهم الهارمونيكا واللوب ستيشن، الجهاز ده بسجل عليه الاغاني الجيتار وبلعب جيتار، بحس ان يبقى كان اتنين جيتار في نفس الوقت مشغلين. بتسجل عليه واحد وانت بتعمل
فحاولت طيب. يعني حاولت اضيف شويه للموضوع، اعمل حاجه بطريقه مختلفه يعني، وفي نفس الوقت العب الاغاني العربي اللي الناس بتحبها بطريقه مختلفه شويه يعني. طيب انت شايف ان السوشيال ميديا ساعدتك في ده؟ ساعدتني كتير جدا طبعا، بالذات يعني زي ما قلت لك وقت الكورونا كان كل الناس مركزه وكل الناس قاعده في البيت، وكل الناس قاعده مركزه على السوشيال ميديا، فدي كانت يعني هي كانت مشكله وتشالنج يعني، وكانت صعوبه بالنسبه لي، بس في نفس الوقت كان ليها جانب ايجابي يعني. ان الناس كانت مركزه اكتر مع السوشيال ميديا. انت قدمت حفلات قبل كده قدام جمهور ولا ما لحقتش بسبب الكورونا؟ لا والله ابتديت شويه يعني في اماكن ساعات، بس لسه الموضوع يعني عشان الكورونا لسه موجوده معانا يعني، مكملين شويه كمان يعني، فالموضوع ساعات الدنيا بتتفتح شويه وبعد كده ترجع تقفل تاني، فلسه يعني ربنا يسهل كده. طيب انت لما بدات تنزل فيديوهاتك على السوشيال ميديا، ايه التعليقات او الكومنتات اللي اخذتها؟ حلوه ولا وحشه يعني؟ واثرت عليك بايه؟ لا الحمد لله معظم الكومنتات كانت حلوه، الناس كانت دايما بتقول لي يعني كيب جوينج وكمل، وانت موهوب جدا، وازاي بتعمل كل ده، وفي ناس كانت بتسالني انت بتعلم جيتار ولا لا؟ طب عايزين يجوا يتعلموا او ياخدوا. بس انا للاسف يعني انا بعرف اعمل حاجات كتير في المزيكا وكل حاجه، بس ما بعرفش اعلم خالص يعني، ما عنديش الموهبة دي خالص، فيعني فبس بحاول انصح الناس على قد ما بقدر، ان ما حد بيسألني على حاجة خاصة بالجيتار او اي حاجة في الآلات اللي انا بستخدمها يعني. بس عموما كانت الحاجات كلها الكومنتس كلها كانت يعني كانت ايجابية يعني، ثلاث ارباعها كان ايجابي يعني، كل الناس كانت بتبقى تشجعني. طيب دي حاجة يعني كويسة جدا، واكيد طبعا انت بذل مجهود كبير قوي. طيب انا عايزة يعني، انت لما بتيجي تختار اغنية معينة تغنيها او بتشتغل عليها، ده بيكون حسب المود بتاعك ولا ملهاش علاقة؟ هي مبدئيا لازم تكون اغنية انا بحبها يعني، يعني حاببها الاول. ما اعرفش اغني اغنية انا ماليش فيها خالص يعني، عشان كده احسها واعرف اعملها بطريقة مختلفة يعني، فدي اول حاجة. تاني حاجة، انا كنت في الاول دايما بركز على اغاني الانجليش، ان انا معظم الوقت كنت بسمع، انا اخدت بالي كله كان بالانجلش في الاول، بعد كده انت حاجات بقى اللي هي قريبه من الناس بالظبط، زي ثلاث دقات واغاني ثانيه كتير اللي هي المالوفه قوي عند الناس بالظبط. يعني لاحظت ان دايما الناس بتقول لي طب جرب اعمل لنا اغنيه دي عربي، لو عملت عربي هتبقى الاغنيه دي حلوه قوي. في نفس الوقت بنقي الاغاني العربي اللي انا بحبها وابتدي احاول ازودها، فانا كنت ابتديت انجلش وابتديت بعد كده ازود شويه اغاني عربي، الحاجات برضو اللي بحبها يعني. بس برضو ان انا اكون يعني ما بحبش اعمل اغنيه تكون نفس يعني قريبه قوي من الاغنيه الاصليه، او يعني احب اعمل حاجه بس تكون فيها حاجه مختلفه، يبقى بطريقه مختلفه يعني. تحط التاتش بتاعك بالظبط، تبقى مختلفه شويه يعني، بحيث الناس تسمع حاجه مختلفه، وفي نفس الوقت الناس تشوف حاجه مختلفه، ان هو يبقى ناس بتسمع وفي نفس الوقت بتشوف شو مختلف يعني. طيب مين اكتر حد يا يوسف دعمك او واقف جنبك من ساعه ما انت قررت ان انت تدخل عالم الغناء او العزف؟ لا كل الناس يعني، اهلي واصحابي ومراتي. مراتي كانت دايما بتشجعني، وكانت يعني هي من يعني هي بتسمع عربي اكتر مني بكتير، فبرضه كانت بتقولي دايما تختار لك الاغنيه مثلا الحلوه قوي دلوقتي، تقولي مثلا جرب الاغنيه دي هتبقى حلوه بالستايل بتاعك يعني، مثلا اغنيه حبيبي يا نور العين، دي كانت لسه نزلتها قريب على الانستغرام، دي كانت يعني هي اللي كانت عماله بتقول لي جربها هتبقى حلوه وبتاعه، وما عملتها فعلا يعني عجبت الناس قوي يعني. ربنا يوفقك يا يوسف بجد، وانا بتمنى لك الخير. يوسف سمعنا ان انت بتحضر مشروع غنائي وموسيقي ليك انت، فكلمنا شويه عنه. انا عايز ابتدي اعمل مزيكتي الاوريجينال، مزيكتي الخاصه بيا، وابتديت بقالي فتره يعني، برضو انتهزت فرصه الكورونا وانا قاعد وبتاع، انا ابتدي اشتغل على شويه حاجات بس، ويعني كتبت اغاني وهي جاهزه، بس انا لسه عايز ابتدي اسجل يعني، هبتدي مرحله ان انا اسجل الاغاني دي وابتدي واحده واحده كده انزل يعني اغنيه اغنيه كده، اجرب اشوف برضو الستايل اللي هيعجب الناس، اشوف الريسبونس بتاع الناس والفيدباك يعني، اشوف اراء الناس هتبقى ايه، وبناء عليه ابتدي اظبط يعني الموضوع ده.
بس احنا في مرحله يعني في مرحله التجهيز دلوقتي، المفروض خلال يعني ممكن الشهرين الجايين ان شاء الله يبقى ابتدي انزل حاجه يعني تبقى خاصه بيا، تبقى بتاعتي يعني ان شاء الله. يعني بالتوفيق يا رب ان شاء الله، بتمنى لك النجاح يا يوسف، وبجد انا استمتعت معاك. عايزين نطلع الفاصل بقى بحاجه حلوه انت تسمعها لنا. اوكي، كنا اعمل لكم عامل اغنيه عربي. هتسمعنا ايه بقى؟ نور العين. تمام، عمرو دياب. حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي، عاشق بالي سنين ولا غيرك في بالي. حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي، عاشق بالي سنين ولا غيرك في بالي. حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي، عاشق بالي سنين ولا غيرك في بالي. حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي، عاشق بالي سنين ولا غيرك في بالي. حبيبي 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 يا نور العين، حبيبي 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 يا نور العين، حبيبي 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 يا نور العين، حبيبي 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 يا نور العين يا ساكن خيالي. أجمل عيون في الكون أنا شفتها، الله عليك الله على سحرها. أجمل عيون في الكون أنا شفتها، الله عليك الله على سحرها. عيونك معايا، عيونك كفاية، عيونك معايا، عيونك كفاية تنور ليالي. حبيبي يا نور العين، حبيبي 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 يا نور العين يا ساكن خيالي. هذا البرنامج برعاية والباقي كله يجمعني. معانا تتقدر، معانا الدنيا تتغير. لا لسه في اكتر، بنطلع جامده بالفايتر.
بيتين الفلكسية باتنين معروف ان احنا جامدين 20 مليون وعديين بلدنا فيها مواهب كتيرة جداً، ومع تطور السوشيال ميديا بقينا بنشوف ده بشكل مختلف واحترافي. النهاردة في فقرتنا التانية معايا ضيفة هي شابة موهوبة قدرت إن هي تستخدم أدوات الميك اب بتاعتنا العادية بإنها تغير شكلها لأشكال فنانين ونجوم كتير، في منهم زي مي عمر، في زي الفنانة غادة عبد الرازق، ومش بس كده، الغريب كمان إن هي غيرت شكلها لفنانين رجالة زي الفنان عادل إمام أو الهضبة عمرو دياب أو الفنان محمد سعد الليمبي. في الحقيقة هي موهبة غريبة جدا ومش موجودة كتير ومختلفة. في البداية أنا كنت حابة أرحب بضيفتي عشان ما أطولش عليكم وأرحب بيكي. أهلا بيكي يا نانسي. أهلا بيكي يا عبدي. إيه الأخبار؟ تمام الحمد لله. في البداية إحنا عايزين نعرف مين هي نانسي زيدان. أنا نانسي زيدان ميك اب أرتست. دراستي كانت في الأساس إعلام، يعني حاجة مالهاش علاقة شوية بالميك اب. الموضوع ان انا كنت بحب الرسم في الاول الرسم العادي اللي هو الطبيعي بتاع الورق ده عادي جدا من وانا صغيره يعني، وكان بقى اللي هو انا عايزه اطلع رسامه والكلام ده، بس مع الوقت الموضوع اتحول شويه، حسيت ان لا طالما ده فيه الوان وده فيه الوان وانا برضو بس شدني الميك اب اكتر يعني. في البدايه كان عادي، الموضوع كان ميك اب عادي جدا لحد ما برضو لقيت نفسي برجع تاني للرسم بس بطريقه تانية يعني على وشي بقى وكده. بدات تستخدمي الادوات الميك اب على وشك؟ يعني ان انا ترسمي اشخاص ولا كنتي بترسمي ايه؟ لا كان هو في البدايه كان عادي، كان ميك اب ما جاتليش الفكره الا تقريبا من كام سنه يعني قبل الكورونا بشويه كده. فحبيت ان انا اجرب موضوع اللي هم الشخصيات بتاعه ديزني وكده، خصوصا ان انا مش عارفه يعني انا بحبهم قوي، وكنت حابه ان حتى لو في اطفال صغننه ترجع تستكشف الموضوع شويه تقول طب مين الشخصيات اللي عاملاها وكده. بس صعبه جدا تنفيذها، صعب قوي. هو يمكن عشان انا بحبهم فحسيت ان كانت صعبه في الاول. ان انا مثلا الاقي لبس شبهها وان انا حكايه الشعر ان انا ازاي اعمله وكده، فدي كانت بالنسبه لي كانت صعبه، بس اتدربت عليها شويه في الاول والحمد لله يعني كانت لطيفه يعني. طيب نانسي كلمينا عن بدايتك كميك اب ارتست. وفي البدايه كان يعني تقريبا من 2012 حاجه زي كده، كان ميك اب اللي هو العادي بتاعنا كلنا السواريهات والحاجات دي. كنت مش بشتغل على طول بشكل متقطع يعني، كان عندي شغل تاني زي سكرتاريه والحاجات دي لحد ما سبته بقى واتفرغت. دي الحاجه اللي انت بتحبيها فبتعمليها اوقات معينه لكن مش الاساس. بالظبط. طيب ازاي يعني انت كنت ميك اب ارتست، ازاي حولتي من ميك اب ارتست لافراح ومناسبات وكلام من ده لانك تنفذي الكاركترات دي على وشك؟ بصي هو الموضوع تقريبا قريب من بعضه، وهي الفكره كلها هو نفس الميك اب نفس كل حاجه، بس حسيت ان انا عايزه اعمل حاجه مختلفه وحاجه الناس تشوفها يعني برضو تبقى لطيفه يعني. لا هي مختلفه يعني. في الاول بصراحه ما كنتش متوقعه ان في حد اساسا هيقول ايه ده، ايه اللي بتعمله ده وبعدين يعني. بس لما لقيت الناس حباها لا شجعني اكتر ان انا بقى ادخل على شخصيات حقيقيه موجوده ممثلين كده، فبدات ان انا اجرب بقى في البدايه ان انا بقعد اجرب بوقت طويل يعني. طيب نانسي انا عايزه افهم يعني الادوات الميك اب بتاعتنا اللي عندنا كلنا هي دي اللي انت بتستخدميها؟ يعني ايه الماتيريال اللي انت بتستخدميها في تمثيل الكاركترات دي على وشك؟ بصي هو نفس الميك اب هو بس مفيش حاجات مختلفة؟ لا في ممكن مثلا حاجات تبقى زياده زي الحاجات اللي بضيفها هنا، الزيادات دي مثلا او الحاجات اللي بغطي بيها الحواجب. ده اللي هو الكونتور يعني. الكونتور لا مش كونتور، زي عجينه كده عشان اقدر ازود المنطقه دي. انا شفت قبل كده حاجه زي كده بتتعمل الاول وبتتركب. أيوة تقريبا بتبقى شبه العجينه شويه كده او الشمع، بتتركب بقى بتتلزق بطريقه معينه او كده.
طيب يعني ميك اب الكاركترات غير ميك اب، غير الميك اب العادي اللي احنا بنعمله؟ هو غير، لان بيعتمد اكتر على الظل والنور، يعني زي الرسم بالظبط او تشريح الوش بقى، الحاجات الناس اللي هي بترسم بقى وبيدرسوا تشريح بلاحظ وكده. بلاحظ انك بتعتمدي على الكونتور قوي. ما انت عشان تقدري تبرزي الشخصيه، فانت في كل حد عندنا في الدنيا عنده ظل، مناطق فيها ظل في وشه كده، هتلاقي فيه حاجات فاتحه، حاجات غامه، فانت عشان تطلعي الشخصيه لازم تعتمدي على الظل والنور اللي هو الكونتور اللي احنا بنستخدمه عشان نعمل وشنا. امتى قررتي انك تنفذي الكاركترات دي او انك تبتدي؟ والله تقريبا من سنتين ونص، او من قبل الكورونا بشويه كده، يعني تقريبا بسنه او حاجه زي كده. كنت بتفرج عادي، كان في فيلم نازل بتاع علاء الدين اللي هو كان عاملينه اللي هما واقعي ده، فحبيت ان انا يعني اتفرجت عليه وكده، فجالي فضول كده ان انا عايزه اعمل، طب اجرب حاجه كده اشوف الشكل. وفي البدايه كان اللي هو ان انا بس حاولت اجيب الشكل بتاع الكاركتر بالميك اب بسيط كده، ما كانش زي دلوقتي رسمه كده، حاجات بسيطة قوي، لكن مش الشكل اللي انت عايزة توصليه. بس ان هو كرتون قريب من الكرتون شوية. ما كانش بنفس زي دلوقتي. دلوقتي انت بتعملي دلوقتي انت عشان بتعملي حد موجود اصلا، ممثل موجود، فانت فعلا شكله بالظبط، عايزة تجيبي على قد ما تقدري يبقى الشكل قريب، حتى لو هو استحالة هيجي 100%، بس على قد، لان طبعا العظم بتاع الوش بيختلف، كل حاجة بتختلف، بس ان هو ايه، بحاول ان انا ابقى طيب ايه الاسهل بالنسبه لك، الكاركترات العاديه كشخصيات او فنانين او كده، ولا شخصيات ديزني والحاجات دي؟ هو الاسهل يعني الكرتون، لان الكرتون اصلا على ورق، فانت لما تيجي تحوليه لحاجه حقيقيه فهيبقى اسهل شويه، ان انت بتنقلي يعني تقدري تتحكمي في حاجات، يعني لان هو كده كده خطوط، فهتيجي ما تعمليه على وشك يبقى الطف شويه، لكن غير حاجه موجوده اصلا يعني. طيب ايه هي اكتر او اول شخصيه انت قررت انك تعمليها؟ في ديزني كانت جاسمين اللي هي الاميره ياسمين، وفي الممثلين اعتقد كانت محمد رمضان، كانت اول شخصيه يعني. الحاجات دي بتاخد منك وقت كبير ولا وقت صغير؟ بتاخد وقت، بس تقريبا يعني قد ايه؟ اقل شخصيه ممكن تاخد مني مثلا 4 ساعات. 4 ساعات كتير قوي، وقت محترم. وفي بقى باخد 7 8 على حسب التفاصيل، بتوصل يعني يوم كامل انك قاعده بتعملي شخصيه معينه. الصبح عادي جدا، مفيش ورايا حاجه، قاعده بقى. ما بتبقيش تعبانه من ده او مرهقه او؟ لا، ما بتعبش الا بعد ما اخلص بقى، بحس بالتعب بعديها يعني. انا وانا بشتغل وبصور وبعمل فيديو والكلام ده ما بحسش بحاجه خالص. طيب يعني ده مش بيجهد بشرتك؟ يعني احنا بنعمل الميك اب العادي بتاعنا، بصي هقول لك على حاجه، بيكون مضر قوي لبشرتنا. هو طبيعي اي حاجه هتضر البشره لو انت بتستخدميها كتير جدا وما بتحافظيش على بشرتك. لا بس اقصد الكميات الميك اب اللي بتستخدميها على فكره. بصي هو انا اللي بستخدمه، هي هو بيبان للناس ان هي حاجه كتير، بس هي من كل حاجه حاجه بسيطه، وبعتمد اكتر على الاي شادو، زي الاي شادو اللي هو الكونتور، فكله باودر. وبعد ما اخلص دي صور انت كنت عاملاها. دي مي عمر، قريبه جدا، قريبه قوي. ازاي قدرتي تعملي الشكل ده؟ قعدت اذاكر شويه. يعني قعدت اشوف وشها وتفاصيلها. الملامح بتاخد منك ازاي، بتعرفي التفاصيل الصغيره قوي دي؟ بصي هو انا بقعد قبليها بشويه كده، لو انا هعمل مثلا شخصيه فبقعد قبليها بجيب الصوره وبعد افصصها كده، وممكن اخد كذا زاويه للصوره وبجرب على وشي. اللي احنا هنعرفه او المعروف اللي هو مثلا لما شخص هيترسم عادي فبيقعدوا قدامه وقت طويل لحد ما يخلص، لكن انت بتعملي على صوره اصلا، يعني الشخص ما بيكونش موجود معاكي. انا بجيب بقى الصوره وتفضل قدامي، بتفضل قدامك طول الوقت، تفضل قدامي علشان مثلا دي تطلع. شخصيات ديزني. في حاجه بقى لفتت نظري في شغلك، وهو ان انت بتعملي الشعر وانت لابسه حجاب، فده حاجه مختلفه جدا، وكمان بيبقى شكلها حلو جدا وطبيعي ان هو شعر يعني. هو في الاول اول ما بدات اعمل الموضوع ده كانت اكتر حاجه بفكر فيها ان انا عايزه، طب انا هعمل الشعر ازاي اصلا يعني، مش عارفه. وحتى اما كان في اجانب بره بيعملوا الموضوع ده تبقى الباروكه وبتاع كان انا استغربت، واللي هو اسهل يعني. فاللي هو قعدت، طب انا عايزه اتصرف، ما انا هتصرف. فقعدت اجرب كده كام حاجه لحد ما بدات، انا عندي طرحي طبعا، فقعدت اجرب قبليها بفتره، يعني قبل ما بعمل الشخصيه بقعد كام يوم كده اتدرب على الشعر عشان على بالطرح. بالطرح، ما بتستخدميش اي حاجه تانية، هي الطرحه بتعمليها ممكن بشكل مثلا يكون بنطلون زياده عندي اقطعه، تي شيرت اي حاجه. طيب ايه هي اكتر شخصيه تعبتك في تنفيذها؟ كانت شخصيه الزعيم عادل امام.
كان فيها تفاصيل وطريقته، لان في ناس كتير جدا بتعرف تقلده حلو قوي في طريقته وطريقه كلامه. فانا مش يعني انا بقعد اذاكره بس اكيد مش هطلع زي الناس دي، فكنت على قد ما بقدر ان انا احاول ان انا ابقى قريبه شويه من طريقته وملامحه. فده اكتر حد خدته يعني مذاكره. وكمان ان انت تغيري شكلك لشكل راجل زي مثلا الفنان محمد سعد الليمبي فكان صعب جدا، والتفاصيل اللي الصوره معانا تفاصيل كتير جدا في الوش وحاجات انت قربتيها قوي. ده ازاي يعني انت اخدتي وقت قد ايه؟ هو بيعتمد على ان انا بقعد اذاكر شويه، يعني بقعد اركز شويه في تذاكري ايه؟ يعني تذاكري الملامح كويس والتفاصيل الوش، الظل بيكون مكانه فين، النور بيكون مكانه فين، طريقه العين ماشيه ازاي. وكمان في فيديوهاتك يعني في حاجه لذيذه قوي انت بتعمليها، انت كمان بتقلدي طريقتهم وشخصيتهم وحته من الاعمال بتاعتهم، فبيبقى لطيف قوي. هو بصي يمكن عشان انا بحب من صغري يعني بحب الافلام القديمه والمسرحيات عموما، اي حاجه فيها تمثيل، فانا يمكن حاولت اعمل ميكس كده بين حاجتين انا بحبهم يعني رسم وتمثيل، فحطيتهم في حاجه واحده كده ضربتهم في الخلاط. لا بجد برافو عليك انت، يعني حاجه مختلفه جدا. ايه اكتر شخصيه لما عملتيها وخلصتيها وتعبتي فيها قوي جيتي بعد كده حسيتي ان انت مش راضيه عنها او مش حاسه ان ده الشكل اللي كان المفروض يطلع؟ لا كتير، تقريبا معظم الشخصيات اللي بعملهم انا بعيدهم كذا مره بعد ما كل الشغل ده بيكون متعاد اكتر من مره. اكتر من مره يعني انا ممكن اكون صورت وخلصت وعملت كل حاجه وبعد ما بشوفها بحس ان هي لا، فبهد ده كله وخلاص. يعني انت بتقعدي مثلا 4 ساعات أو 5 ساعات زي ما بتقولي وفي الاخر تلاقيه مش عاجبك فتقومي مش عاجبني، بس انا بقى كمان يومين كده اقعد تاني اركز. الموضوع بياخد وقت وايام فبقعد بقى عشان تطلعي الشغل ده. يعني بحاول ان انا بصي ابقى راضيه شويه، او ساعات في حاجات انا ما ببقاش راضيه عنها بس اللي حواليا بتعجبهم بتبقى قريبه برضه. بس برضه بعيدها تاني، اللي هو هعيدها تاني علشان احاول اوصل شويه للشكل يبقى تقربي اكتر لشكل الشخصيه. طيب مين من الفنانين او الشخصيات اللي انت عملتي شكلهم تفاعلوا معاكي او كلموكي؟ هو تقريبا الحمد لله يعني ومعظمهم يعني لما كنت بنزل فيديو لحد او كده يعني من مثلا الاستاذ رامي امام، اما انا نزلت فيديو الزعيم وكده ففي ناس كتير عملت له منشن وبتاع. قال لك ايه يعني المكالمه عامله ازاي؟ لا هي مش مكالمه، هي كان شايره عنده على على الستوريز وكده وقال لي برافو عليكي وشجعني كده. انت بقى كان ايه شعورك وقتها بعد التعب ومن الشخصيه اللي انت تعبتي فيها؟ واكيد الشخصيه دي انت بتبقي حباها كلها. طبعا كلهم يعني مفيش حاجه مش حباها، كله بتبقي انت الشخص اللي انت بتعمليه، انت بتقدري شغله وبتحبي شغله وبتحبي حاجه معينه عنه. انا ما بعملش حد الا بكون بحبه يعني او بحب اتفرج عليه. لا بس كده في ناس كتير هتزعل يعني انت مش معنى كده ان الناس اللي ما عملنا لها والله لسه خدي وقتك برضه يا جماعه، لسه معاه وقته وهتشتغل اكتر ان شاء الله. لسه في ده، انا بصبر عليا. طب انت بتحلمي انك تمثلي يعني انك تمثلي؟ انا بحب التمثيل يعني. هو انا في الاول ما كانش، كنت حاسه ان انا لو انا مثلت من الناس هتستثقلني شويه، لا انا حاسه ان انا دمي ليه فيه. ليه كده مش عارفه، انا كنت بحس كنت كده حاسه ان كده فما لقيت الناس متقبله الموضوع لا شجعوني شويه ليه لا مثلا ما فيش مشكله. كمان الحته اللي انت يعني فيها دلوقتي مختلفه ومش موجوده كتير، يعني تقريبا في بنت كمان مش موجودين كتير معدودين كده، فهي حاجه حلوه. بصراحه اتبسطت ان الموضوع انتشر، فانا حسيت ان انا عملت لا الحمد لله الناس يعني بدات تعمل حاجه انا بعملها وكده، فاتبسطت بصراحه يعني. طيب احنا في نهايه فقرتنا النهارده عايز اعرف ايه طموحاتك او ايه الحاجات اللي انت عايزه تحققيها بعد كده؟ والله بحاول اشتغل على نفسي عشان نفس الحته يعني في الميك اب وفي التمثيل وفي يعني اي حاجه تخص الحاجه اللي انا بحبها اللي هو في المجال ده يعني، وبطور نفسي فيها اكتر على اساس ان انا بعد كده يبقى الموضوع واخد شكل بروفيشنال اكتر يعني. نانسي بجد انا بشكرك واستمتعت معاكي في الحلقه، انت نورتينا يعني مثال ناجح طبعا كلنا نتشرف بيه. وفي نهايه حلقتنا حابه يا رب تكون الحلقه عجبتكم وتكونوا استمتعتوا معانا، وانتظروني ان شاء الله الخميس القادم الساعه 7 للساعه 8 ان شاء الله.